السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. القصة دي حصلت معايا النهاردة، حبيت ان انا اشارك بيها معاكم. للناس او للاعضاء اللي هما دايما بيسألوا سؤال ايه، ماذا غيرت او كيف تغيرت حياتك مع سورة البقرة. اللي حصل ان انا كان عندي ضغط دم مرتفع من يومين، فكنت بتكلم مع صديقة ليا، فهي نصحتني ان انا اشرب عشبة معينة. المهم انا نزلت النهاردة عشان ادور على العشبة دي. سبحان الله، هي الموجودة يعني طول الوقت هي موجودة، النهاردة ما لقيتهاش خالص في اي مكان، فاصريت وكان عندي اصرار ان انا لازم الاقيها، مش هروح الا بيها. فين وفين لقيتها؟ في مكان محل بيبيع اعشاب ومأكولات صحية. المهم فطبعا انا يعني كنت مترددة ان انا مش لقيها مخلوطة مع شاي، فانا مش عايزة اخدها مع شاي. فلقيت الشخص العامل بالمحل بيكلمني، هو جا طواعية وكلمني، انا ما سألتوش في الحقيقة. هو جا سألني فقال لي انت بتدوري على ايه، تحبي اساعدك؟ فقلت له انا بدور على العشبة الفلانية. فرد عليا قال لي هي موجودة، هتلاقيها في الرف الفلاني. وبعدين انا روحت ولقيتها فاخدتها، فلقيته رجع كلمني تاني وانا برضو ما سألتهوش. فلقيته بيقول لي العشبة دي عليها اقبال شديد، لانها بترفع من ضغط الدم. فانا بصيت له في ذهول، لان انا اخدتها عشان تخفض ضغط الدم مش عشان ترفع ضغط الدم، وانا ما سألتهوش. وكان ممكن ان انا اخدتها ومشيت وشربتها وهي بتعالي ضغط الدم، وانا بالفعل ضغط الدم عندي عالي، فكان ممكن تحصل لي مشكلة كبيرة. المهم انا سألته لمرة تانية، فقلت له يعني متأكد ان هي فعلا بترفع ضغط الدم مش بتخفضه؟ قال لي ايوة انا متأكد. المهم انا ما اخدتهاش وسبتها ومشيت. واول ما طلعت يعني ما كنتش برضو متأكدة من كلامه قوي، فقلت طيب خليني ادور على الانترنت. خرجت من باب المحل فتحت تليفون ودورت على العشبة دي، هل هي بترفع ضغط الدم ولا بتخفض ضغط الدم؟ فلقيت ان كلام الراجل صح، كلام البائع في المحل كان صحيح، يعني هو انقذ حياتي. ان انا عندي ضغط دم عالي، ولو اخدتها وانا ما اعرفش كانت ممكن تعمل لي مشكله كبيره، كان الضغط ممكن يرتفع اكتر فجاه وممكن اموت فيها يعني. المهم ان ربنا ستر، بس الموقف دوت وقفني كتير، يعني انا وقفت عنده كتير، لان انا اولا ما لقيتهاش في اي مكان تاني، وقعدت ادور وعندي اصرار ولازم اروح بيها ولازم اشربها، فكان عندي اصرار. فاحيانا احنا بنبص طبعا انا حمدت ربنا يعني مليون مره وانا راجع، يعني ما اشتريتهاش طبعا، وحمدت ربنا مليون مره، لان لو ما ظهرش الراجل دوت فجاه ونصحني ان انا يعني ما نصحنيش، وما انا قلتلوش ان انا عايزاها ليه، هو من نفسه طواعيه قال لي المعلومه يعني. فطبعا انا حمدت ربنا مليون مره، بس كمان فكرت في الموضوع، لان احيانا بيكون عندي مشكله ما او حاجه معينه عايزاها تحصل وبدافع وبموت نفسي عشان اوصل لها او انها تحصل وما بتتحققش، او بيبقى في صعوبه ممكن في الاخير لو انا لقيتها ممكن هتاذيني، او لو انا بعد تمسكي بيها كل دوت وجات لي ممكن انها تاذيني. فدي نقطه برضو حبيت ان انا اضيفها واشاركها مع المجموعه الجميله، لان في ناس كتير بيبقى عندهم مشكله ما ومركزين على المشكلة دي ومش شايفين بقية الحاجات اللي بتحصل كويسة في حياتهم. انت مش عارف سورة البقرة بتعمل ايه في حياتك، مش عارف قيام الليل، مش عارف الفجر، صلاة الفجر، مش عارف الحاجات دي كلها بتعمل ايه في حياتك، انت بس باصص للصورة العامة، مش باصص لحاجات صغيرة بتحصل انت مش واخد بالك منها. مثلا اخت بتقرأها عشان زواج معين، فالزواج متأخر فبتقول انا بقرأها بس لسه ما اتجوزتش. اخ مثلا عنده ضيق في الرزق بيقول انا بقرأها بس زادت مشاكلي. كل الكلام ده يا جماعه انتوا بتبصوا للصوره العامه. طيب بصوا ليه في حاجات صغيره لما بتقرا سوره البقره وقيام الليل والفجر والاستغفار والاذكار، الحاجات دي ربنا بيصرف بيها عنك بلاوي كتير احنا مش واخدين بالنا منها. يعني موقف زي ده النهارده كان ممكن انا اموت فيه. وقيس على كده مواقف كتير بتحصل في حياتنا ومع ناس كتير. فانت ما تبصش لان انا قرات سوره البقره عشان انا عندي مشكله ما وعايزه تتحل، لا، اقراها بصفه عامه، اقراها عشان ربنا يحفظك من اي شيء، اقراها عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيها بركه. يعني لو هي النهارده البركه، انا حبيت ان انا اسعى على الموقف بتاع اليوم، فانا هحس ان ربنا يعني نسأ لي في العمر، ربنا طول لي في العمر، ان انا كان ممكن النهارده بالضغط الدم العالي اللي عندي شربت الحاجه اللي صاحبتي نصحتني بيها وكنت مت في ساعتها، كنت مت على طول في ساعتها، في اليوم كنت ممكن اكون ميتة. فانا بقول ان احنا ما نبصش للصورة بالطريقة دي،
نبص ان في حاجات ربنا حفظنا منها كتير جدا بس احنا مش واخدين بالنا. ربنا حفظنا مثلا واحنا بنعدي طريق، ربنا حفظك وانت بتسوق سيارتك ان انت تعمل حادث ورجعت بيتك سليم، ربنا حفظ اولادك ان هم ما يجرالهمش حاجه في المدارس بتاعتهم، محدش يأذيهم، محدش يعني يضايقهم. كل دي حاجات بتحصل احنا مش واخدين بالنا منها، ربنا بيبعد عندنا بيها مشاكل وشرور كتير احنا مش عارفينها. ففي الاخير انا بس بقول ان ناس يعني اللي مداومه على سوره البقره وعلى صلاه الفجر وعلى قيام الليل وعلى ختم المصحف وعلى الاذكار تحمد ربنا على النعمه دي، لان دي في حد ذاتها نعمه، دي في حد ذاتها نعمه. فاحمدوا ربنا يا جماعه وسيبوا الامور تمشي زي ما ربنا عايزها، مش زي ما احنا عايزينها، سيبوا الامور تمشي زي ما ربنا عايزها. سيبوا اقراوا البقره بنيه، سوره البقره بنيه البركه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها، وشوف البقره شوف البركه هتتجلى ازاي في حياتك. وان شاء الله دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختكم في الله رانيا الجندي.